الخطوة التالية بعد شراء ترخيص سبليت هي شراء عقد سبليت. في ظل الإرشاد هذا سنوضح لك كيفية شراء عقد سبليت باستخدام ألتيما. قم بتسجيل الدخول إلى موقع ديفيو. من خلال تمرير الصفحة الأسفل سترى قائمة بالمنتجات المتاحة للشراء. لشراء عقد سبليت انتقل إلى علامة التبويب Split Contracts. اختر العقد المناسب لك وانقر على زر Purchase شراء. ستفتح نافذة حيث سيطلب منك تحديد طريقة الدفع. اختر ألتيما ووافق على الشروط عن طريق تحديد المربع، ثم انقر على زر Purchase شراء. وهكذا دواليك. ستشير النافذة التي تفتح إلى المبلغ في ألتيما وعنوان المحفظة التي تريد تحويل المبلغ المشار إليها. سيكون العنوان متاحا أيضا على شكل QR كود لإرسال المعاملة من تطبيق الهاتف المحمول. للدفع أرسل المبلغ المطلوب إلى المحفظة المشار إليها. يرجى إرسال المبلغ المحدد بالضبط الذي تراه على الشاشة. انتظر إشعارا بالدفع. تهانينا، انتهى الأمر، لقد اشتريت عقد سبليت. بعد شراء العقد سترى أن القيم الموجودة في أداة Split License Usage في لوحة التحكم الخاصة بك قد تغيرت.